بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 66. إذن في أول الصفحة كالعادة عندنا ليغ أن دوكيمون، قراءة وثيقة. إذن عندنا واحد السؤال في البداية، كوفيتي بور غاردي طون شا أون بون سونتي. كوفيتي هذا لو فيغ فار، يعني فاعلة أو عاملة، المقصود هنا ماذا تفعل أو ماذا تعمل. pour garder من أجل إبقاء، طبعا الحاجة نتكلم على لو غارديان يعني الحارس، إذن هناك أنك ستحرس من أجل حراسة، المقصود هنا من أجل إبقاء. طنشا en bonne santé، من أجل إبقاء قطك في صحة جيدة، وكأنك ستحرس هاد القط في هذه الصحة الجيدة، إذن ماذا عليك أن تفعل من أجل هذا؟ إذن كوفي تي بور غاردي طون شا اون بون سونتي. كما نرى عندنا أول جملة جو ليمان، طبعا الحال هذا لو فيرب امني، امني يعني أنك تأخذه إلى. جو ليمان شي لو فيتيرينير، شي لو فيتيرينير يعني أنا أخذه أو أنني أحمله إلى الطبيب البيطري. الطبيب البيطري يسمى لو فيتيرينير. دو طون زون طون، هاد العبارة تقال هكذا، دو طون زون طون يعني من وقت لآخر، يعني علي أن آخذ هذا القط مرة مرة إلى الطبيب البيطري. إذن جو ليمان شي لو فيتيرينير دو طون زون طون، إي جو لو بغوس، إي جو لو بغوس، وأمشط له. ثم أنك تأخذ المشط فتمشط له شعره، إي جو لو بغوس يعني أنك تنظفه بمعنى آخر. إذن je l'emmène chez le vétérinaire de temps en temps et je le brosse. ثانيا، طبعا الحال عندنا جملة ثانية، من المسائل التي عليك أن تفعلها إذا كان عندك قط من أجل إبقائه في صحة جيدة. qu'est-ce que tu dois faire aussi، ماذا عليك أن تفعل أيضا؟ je le nourris، أنا أطعمه. طبعا الحال تنتكلم على لو فيرب nourrir يعني أطعم، ومنها la nourriture يعني الطعام. je le nourris régulièrement يعني انا اطعمه بانتظام، régulièrement يعني بانتظام بشكل منتظم. طبعا الحال تنقولوا على شي حاجه بان régulier يعني ان منتظمه، irrégulier يعني ان غير منتظمه. في المؤنث نقول régulière يعني انها منتظمه. نتكلم عن فعل منتظم، اذا نقول عنه بانه régulier. طبعا الحال في المؤنث نقول ريغولييغ. إذن هنا عندنا ريغولييغمون يعني بشكل منتظم. جو لو نوري أنا أطعمه. طبعا الحال عندنا جو نوري لو شا. طبعا الحال باش ما نعاودوش هاد لو شا عوضنا بهاد لو. إذن جو لو نوري ريغولييغمون، أنا أطعمه بشكل منتظم. أون لو دونون يعني بإعطائه، سأطعمه بشكل منتظم. أون لو دونون يعني بإعطائه. الضمير الأول تنشوفو لو، الثاني عندنا لوي، أون لوي دونو، بإعطائه دي غي دي لي إي دو لا فيوند يعني بإعطائه الأرز، الحليب حليب، ثم لحم. إذا طبعا الحال من أجل إبقاء هذا الحيوان في صحة جيدة، إذا بخوميامون كيسكو جو دوا فيغ، بخوميامون je l'emmène chez le vétérinaire de temps en temps et je le brosse. Deuxièmement, je le nourris régulièrement en lui donnant du riz, du lait et de la viande. إذن أولا أخذه إلى الطبيب البيطري من وقت لآخر، ثم أنني أمشط له يعني مقصود بمعنى آخر أنني أنظفه، ثم أنني أطعمه بشكل منتظم بإعطائه الأرز والحليب واللحم. ممكن أن الإنسان يعطيه مثلا سمك إلى آخره. je l'emmène chez le vétérinaire de temps en temps et je le brosse. إذن que fais-tu pour garder ton chat en bonne santé؟ que fais-tu pour garder ton chat en bonne santé؟ je l'emmène chez le vétérinaire de temps en temps et je le brosse. je le nourris régulièrement en lui donnant du riz, du lait et de la viande. nous passons à la question suivante. نمر إلى السؤال التالي. Tu as un petit poisson. Tu as.
أنت عندك. طبعا الحال تنعود مرة أخرى إلى لو فيرب أفواغ. تيا أنت عندك أن بوتي بواسون، عندك سمكة صغيرة. طبعا الحال هنا عندنا سمك صغير، بواسون كلمة مذكرة، أن بوتي بواسون. إذن أنت عندك سمكة صغيرة دون زان بوكال، في إناء. فوالا سي ان بوكال، المقصود بإناء كبير. إذن تي أن بوتي بواسون دون زان بوكال، أنت عندك أو أنت عندك سمكة صغيرة في إناء. كيسك تو في، ماذا تفعل؟ إذن كيسك تو دوا فار، ماذا عليك أن تفعل؟ واضح بأنه من المسائل التي يجب فعلها، il faut bien sûr le nourrir، يجب إطعامه. il faut le nourrir، كأننا نقول يجب إطعامه، المقصود يجب إطعامها. il faut lui donner de la nourriture، يجب إعطاءه، بمعنى آخر يجب إعطاءها الأكل، الطعام. يجب إعطاءها الطعام. il faut lui donner de la nourriture. للإشارة هنا، هذا النوع من السمك الذي يتم تدجينه طبعا حال إن صح التعبير ويوضع في الإناء، إذن هذا النوع من السمك يسمى poisson rouge. poisson rouge يعني سمك أحمر. إذن طبعا الحال عموما كمية الأكل التي تعطى لهذا السمك تعود لحجمه. طبعا الحال كمية الطعام التي يجب إعطاؤها لهذا السمك الذي يوضع في الإناء هي تكون متناسبة مع حجمه. La quantité de nourriture dépend de la taille de ton poisson rouge. Et de la quantité de nourriture dépend de la taille de ton poisson rouge. La quantité de nourriture dépend de la taille de ton poisson rouge. يعني أن كمية الطعام dépend، يعني أنها تتبع، de la taille تتبع حجم، de ton poisson rouge يعني أنها تتبع حجم سمكتك الحمراء. إذا بطبيعة الحال كلما كانت كبيرة كلما زاد الطعام، كلما كانت صغيرة كلما قل الطعام. بطبيعة الحال في الأخير يجب الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن البعض بطبيعة الحال يعتبر احتجاز هذا النوع من الأسماك في إناء أمر غير مرغوب فيه. إذا يقول البعض مثلا détenir un poisson rouge dans un bocal est inhumain، يعني أنه غير إنساني. احتجاز détenir، احتجاز un poisson rouge، احتجاز سمك، طبعا الحال المقصود بسمكة rouge يعني حمر، أحمر المقصود بحمراء، dans un bocal يعني احتجاز هاد السمكة في هاد الإناء est inhumain، l'homme يعني الإنسان. نقول عن شيء بأنه humain يعني أنه إنساني، humain يعني أنه غير إنساني. طبعا الحال في المؤنث نقول humain، humain أو bien ان يمان، إنسانية غير إنسانية. إذا ديتونير ان بواسون روج دون ان بوكال إت ان يمان، يعني احتجاز سمكة حمراء في إناء يعني أنه غير إنساني. أو نصف هذا الفعل مثلا يقال ديتونير ان بواسون روج دون ان بوكال أكريال، المقصود احتجاز سمكة في إناء هو أمر قاسي. كريال يعني أنه قاسي. il ne faut plus le faire، il ne faut plus le faire، لا يجب عودة فعل هذا الأمر. طبعا الحال يجب الإقلاع عن هذا الأمر، بمعنى آخر il ne faut plus le faire. il ne faut pas le faire يعني لا يجب فعله. il ne faut plus le faire يعني يجب عدم العودة لهذا الأمر. نمر إلى الفقرة الموالية، vivre ensemble يعني العيش معا. كوفون سيز انفون، ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ كوفون سيز انفون، ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ نو برونو لا بروميير ايماج، كوفي سيت انفون، كوفي سيت انفون، ماذا يفعل هذا الطفل؟ كيسكيل في؟ سيت انفون سوان ان بيجون، يعني أن هذا الطفل يعالج حمامة. إذا سيت انفون سوان ان بيجون، سيت ان انفون كي سوان ان بيجون بليسي، إذا هو طفل يعالج حمامة مجروحة. لا دوزيام ايماج كيسكونا، كو في سيت انفون، سيت اون في كي امين ان بيروكي او فيتيرينير،
C'est une fille qui emmène son père, ok, au vétérinaire. يعني هي بنتون أخذت ببغاءها إلى الطبيب البيطري. أنت الببغاء تسمى بيروش. الببغاء يسمى بيروكي. تأخذ أنت الببغاء أو الببغاء إلى الطبيب البيطري. آخر صفحة عندنا جيم ليزانيمو. أنا أحب الحيوانات. جموكي بيده. يعني أنا أهتم بها. طبعا حتى نتكلم على لغة سوكيبي. يعني اهتم أو انشغل. طبعا حال بدأ مرات تتعيط في الهاتف تتلقاه أوكيبي. يعني أنه مشغول. إذا المقصود أنك تنشغل به أو تهتم به. طبعا حال اهتمام بشيء ما. طبعا حال هو نوع من الانشغال. إذا جموكي بيده. يعني أنا أهتم بها. جولي سوان. وأنا أعالجها. طبعا حال إذا كانت مريضة أو بها جروح. إذا مكتبة القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.